السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بافضل حال واتم صحة. تشيلسي بيتفوق على مانشستر يونايتد 3-1 في نصف نهائي كاس الاتحاد الانجليزي، وعلى الناحية التانية ارسنال بيتفوق على مانشستر سيتي 2-0 في نصف النهائي الاخر، عشان يبقى نهائي كاس الاتحاد الانجليزي ديربي لندني خالص، وفي ظل تفوق واضح لمدينة لندن على مدينة مانشستر في نصف النهائي ده. هنتكلم في الاول عن ماتش مانشستر يونايتد وتشيلسي، وفي النهاية هنتكلم عن ماتش ارسنال ومانشستر سيتي. خلينا نبتدي بماتش مانشستر يونايتد وتشيلسي. كان واضح من البداية ان أولي جولنر سولشاير داخل الماتش ده دفاعيا وبيعتمد على الهجمات المرتدة فقط، وده كان واضح من خلال حاجتين: اولا دخوله بتشكيلة 3-5-2، وثانيا والدليل قالوله بالظبط كده، قالوله، واللي قاله كان رايان جيجز لما قاله على دانيال جيمس ان انت تجيبه. الراجل ما كانش له تأثير لا دفاعيا ولا هجوميا من اول مباراة لحد لما خرج منها. طبعا هتقولي الفرقة كانت واقفة كويس والفرقة كانت بتأدي في الشوط الاول كويس، هقولك لا، لاني الفرقة ما عملتش حاجة اصلا في الشوط الاول. الفرقة كانت دفاعيا كويس لان انت عندك 5 لعيبة ورا، وبينزل معهم كمان فريد وماتتش، فبيبقى عندك 7 لعيبة قصاد منطقة الجزاء بتاعتك عاملين تكتل ومش خلقين مساحة، ومع ذلك تشيلسي برضو عمل خطورة عليك. كان في اخطاء تكتيكية في التشكيل او عامة في طريقة اللعب، وهي عدم زيادة بيساكا وعدم زيادة ويليامز، اللي المفترض ان هم مباكين جناحين في نفس الوقت انهم يزيدوا في الهجمات المرتدة بتاعت مانشستر، لكن بعد فريد وماتتش عن برونو خلى ان خروج بالكورة صعب. واحنا بنشوف ان برونو ده خطأ تكتيكي اخر، ان برونو ليه للماتش التاني او الماتش التالت بياخد اوامر او تعليمات من أولي جولنر سولشاير بانه هو يكون اقرب للمهاجمين من انه يكون اقرب لخط النص. برونو فرنانديز لما جالنا في يناير كان بيلعب دايما قريب من خط النص، وهو بالاساس بيلعب في مركز 8 ومركز 10، فكانت دي قوة برونو فرنانديز ان هو معلم في خط النص، بيستلم من اللعيبة ويقدر يطلع من الضغط ويقدر يزيد ويسدد ويجي من الخلف ويتقدم، وكانت دي نقطة قوة برونو فرنانديز. فانت بابعادك برونو فرنانديز شوية لقدام وعدم نزوله لاستلام الكرة وتمشية الكرة مع خط النص، خسرت قوة كبيرة من برونو فرنانديز. مش معنى كده ان برونو فرنانديز وحش، لا، هو برونو فرنانديز انت عزلته فانت خسرت كتير من قوته اللي كنت بتستفاد بيها في الماتشات اللي فات. على الناحية التانية بنشوف ان لامبرد بيلعب بتلاتة اربعة تلاتة، خطة بتاعت لامبرد ليه ماتشين بيستخدمها ولاقي ان هي جايبة تحسن معاه ومع الفريق، وخصوصا ان فريقه فايق لانه واخد راحة اكبر من مانشستر يونايتد، ولكن ده مش عذر برضو للي حصل بالنسبة لمانشستر، يعني اقصد، بس كان في حتة تكتيكية من لامبرد، وهي زيادة أسبليكويتا مع ريس جيمس في اكتر من هجمة في الشوط الاول، وكنا شفنا ان ده سبب حتى خطورة على مرمى مانشستر يونايتد قبل خروج بيلي في كورة كانت لألونسو الناحية التانية، لعبها بالهيد ولكن طلعت فوق العرضة. الزيادة العددية دي ومع عدم اتزان ويليامز في الباك الشمال وعدم تقديم المساعدة الكاملة له من خط النص، ده خلى في ثغرة هنا في الناحية الشمال بتاعت مانشستر يونايتد. الماتش كان ماشي بوتيره واحده، وهو امتلاك تشيلسي للكوره وضغطه على مانشستر يونايتد ومحاوله احراز هدف، في حين ان مانشستر يونايتد بيحاول ان يشوف اي مساحه في ظهر دفاع تشيلسي عشان يرمي الكوره لدانيال جيمس اللي يقدر بسرعته انه يكمل ويعمل تهديد على المرمى، او انه يبصيها لراشفورد اللي يقدر انه يعمل تهديد على المرمى لحد خروج بيلي. عند خروج بيلي وتحس ان دماغ أولي جولنر سولشاير وقفت، دماغ أولي جولنر سولشاير ما اشتغلتش تاني، بمعنى ان بيلي لما خرج في الاصابة اللي حصلت ما بينه وما بين ماجواير لما خبطوا اللاعبين في بعض، وشفنا ان بيلي اتصف دماغه
واني ركبوا له دعامه في رقبته وان الاصابه ممكن تكون خطيره نوعا ما، ربنا يتم له الشفاء على خير. وماجواير اتعور في الحاجب بتاعه، لقينا ان مارسيال هو اللي بيدخل مكان بيلي. طب يا عم قولي جولنر سوليشاير، هو انت من الاساس هو انت عايز الماتش ده ولا مش عايز الماتش ده؟ لاني اصلا التشكيله يعني كلنا كنا متوقعين ان انت هتنزل باحتياطيين اكتر، ولكن لما نزلت مارسيال انت غيرت من سيستم اللعب كله، انت رجعت لطريقتك اللي هي 4-3-3، فبقي في ارتباك من اللعيبه. اولا يعني اقول لك ان ليندلوف كان بيلعب كقلب دفاع ناحيه الشمال، كان ناحيه ويليامز، فجاه اتحول بعد التغيير ده وبقي قلب دفاع ناحيه اليمين. هو متعود على المركز ده، بس التشكيل كله او التشكيل التكتيكي كله ان يتغير مره واحده في الماتش، ده صعب جدا تقبله عند اللعيبه، لان هم واخدين تعليمات بشيء. وما اعتقدش اصلا ان اولي جولنر سولشاير كان حاطط في حسابه اي اصابه او سيناريو الاصابه اللاعبي من الدفاع او سيناريو ان هو يلعب ب 4-3-3، لان كان واضح العشوائيه الكبيره في اللعب. شفنا بعد كده اخطاء من ليندلوف في المراقبه، في اول مراقبه ليه مع جيرو، بيقدر جيرو انه يحط هدف يلام عليه اولا ليندلوف ويلام عليه ثانيا دخية، وفي الشوط الثاني كرة سهلة جدا بتعدي من دخية وبعدها هدف من ماجواير في مرمى دخية بين ران الصديقة. كل ده كان تراكمات للأخطاء اللي حصلت من بداية الماتش لنهايته، سواء من المدرب ذات نفسه أولا قبل ما يكون من اللعيبة. وده بيخليك تتساءل هو أولي جولنر سولشاير عايز ايه من مانشستر يونايتد، او يعمل ايه مع مانشستر يونايتد الفترة دي. ما اعتقدش ان في حد في مانشستر يونايتد من جماهير مانشستر يونايتد ما بيتفقش معايا ان هو الاهم عندنا التأهل اوروبيا لدوري ابطال اوروبا الموسم الجاي. فاحنا ما كناش باصين، انا عن نفسي خلينا اتكلم عن نفسي، ما كنتش باص للماتش ده ان لازم مانشستر يونايتد يفوز فيه على تشيلسي، قد ما ان مانشستر يونايتد يعمل راحة لعيبة كتير عشان يستعد الماتش وستهام وماتش ليستر بعد منه اللي هيكون الفيصل في دوري ابطال اوروبا. وبصراحة كده لو اولي جولنر سوليشاير ما تأهلش لدوري ابطال اوروبا من الدوري، حتى لو خدت الاوروبا ليج، بصراحة انا مش هقتنع بيك، مع اني انا لسه ما اقتنعتش بيك، لكن مش هقتنع ان انت عملت الهدف، لان الطريق الاسهل هو الدوري قبل ما يكون اليوروبا ليج. مش عايز اكون قاسي على اولي جولنر سوليشاير، لكن بصراحه هنتظر واشوف هو انت هتعمل ايه في المباراتين الجايين بتوع الدوري، ودول الاهم عندي من اليوروبا ليج حتى لو قدرت ان انت تحرزها. وبهنا يكون انتهى الكلام عن ماتش مانشستر يونايتد وتشيلسي. الف مبروك لجماهير تشيلسي وهارد لك لجماهير مانشستر يونايتد. خلينا بقى ننتقل للجزء الثاني من الحلقه، وهو اللي هنتكلم فيه عن ماتش ارسنال ومانشستر سيتي. تقريبا كل الجماهير بتاعه الفرق اللي في المربع الذهبي او كل لاعبي ومدربي الفرق اللي في المربع الذهبي كانت بتتمنى تواجه ارسنال، لان ارسنال كان بيمر بفتره وحشه في الدوري قبل ما يخش على نص النهائي ده. لكن اتضح للكل ان اللي تفتكروا موسى يطلع فرعون، وبالظبط ده اللي حصل مع الارسنال. الارسنال قدر في ماتش مانشستر سيتي ان هو يتفوق تكتيكيا ارتيتا على مانشستر سيتي، فبالرغم من ان الاستحواذ كان من ناحيه السيتي في اغلب الوقت، لكن ما كانش فيه خطوره لان ارسنال كان منظم دفاعيا وكان بيلعب على قوته وقوه هجومه اللي عنده. نقاط قوة الأرسنال كانت متمثلة في اثنين، وهما بيبي ناحية اليمين وأوباميانج ناحية اليسار، مع ترك لاكازيت مهاجم وحيد قدام في الحالة الدفاعية، انهم بيلعبوا 5-4-1 في الحالة الدفاعية، وترك لاكازيت هو اللي بيضغط على قلبي الدفاع بتوع السيتي. لكن في الحالة الهجومية كنا بنشوف زيادة عددية من لاعبي الأرسنال واستغلال لأخطاء مانشستر سيتي والمساحات اللي كانت بتتوجد ورا ميندي ورا وولكر، وشفنا ان أوباميانج قدر انه يسجل الهدف الأول والهدف
الثاني اللي تسجل برضو كان من ناحيه وولكر، وان كان اوباميانج كان في كره قبلها انفراد بعد باصه من لويز كان ممكن لو حطها ببطن رجله في الزاويه انها تبقى الهدف الاول، وكنا نشوف ان في سكور بيتعمل من ارسنال على مانشستر سيتي، لدرجه ان الشوط الاول لما تيجي تشوف ان اللي حصل فيه هو 3 تسديدات على المرمى من الارسنال، الثلاثه كانوا خطرين، واحده جت هدف، اما الاثنين التانيين فهي تسديده اوباميانج اللي قدر يصدها ادرسون وكان في نص المرمى، والهيد بتاع مصطفي اللي قدر يطلعه ادرسون. على الناحيه الثانيه مانشستر سيتي ما عملش شيء تقريبا في الشوط الاول الا انه استحوذ على الكرة فقط لا غير بدون انياب وبدون خطورة، لكن كان بيعيب الارسنال حاجة واحدة وهو الخروج من الدفاع. الدفاع كان بيورط نفسه لدرجة ان احنا شفنا اخطاء من مصطفي وبليرين، الاثنين اخطاوا لانهم كانوا بيورطوا بعض وما كانوش عارفين يطلعوا بالكرة كويس، كان في تباطؤ في دفاع الارسنال وده ادى مع الضغط اللي معمول من السيتي للاخطاء دي، ولكن عدت على سلام في الشوط الاول وقدر الارسنال يخرج الشوط الاول متقدم بهدف لا شيء وده كان الاهم. في الشوط الثاني لقينا ان دي بروينا اللي ما كانش بيتحرك ابتدى يتحرك، ومع تحركات محرز وتبادلهم مراكز الاثنين لقينا ان السيتي بيفوق ويقدر ان هو يوصل لمرمى الارسنال، وبل انه يهدد مرمى الارسنال، وده اللي ما كانش بيحصل في الشوط الاول. وعلى عكس مجرى اللعب لقينا ان في هجمه لاوباميانج بيقدر يحرز منها ويخلص الهدف الثاني للارسنال عشان يتقدم 2-0، لكن الاخطاء بتاعه السيتي ما وقفتش هنا. جوارديولا ابى الا انه يتدخل ويخطئ خطا كبير وهو بخروج محرز. المفترض ان محرز ما كانش يخرج من المباراه دي، لان محرز مع تحركه مع مهارته كان عامل دوشه كبيره للاعبي الارسنال وخصوصا ميتلاند نايلز. فلو انت عايز تنزل فودين كان المفترض ان فودين ينزل مكان سيلفا، سيلفا اللي كان باين عليه الارهاق والتعب وان الراجل مش قادر يجري في الشوط الثاني ومش قادر يؤدي لك الدور بتاعه، بل اني انا كنت شايف سيلفا اصلا وكنت بقول لو كان عايز يبدل جوارديولا فاولا يخرج جندوجان وينزل رودري عشان يبقى فيه عندك واحد دفاعي بحت يدي الامان لكل من دي بروينا واللي هيلعب جنبه سواء ان كان سيلفا او ان انت هتبدله، انهم يتقدموا ويزيدوا لقدام زياده بدون خوف من الهجمات المرتده وعشان يكسر الهجمات المرتده بتاعه الارسنال. لكن انت خرجت رياض محرز وكل اللي استفدته ان فودين بيعمل نفس اللي بيعمله رياض محرز ولكن بجوده اقل، فعشان كده ما قدرش مانشستر سيتي انه يخلص اي كوره. وشفنا ان مع تكتل الدفاع بتاع الارسنال ان مانشستر سيتي بيلجا للعرضيات وانت ما عندكش حد يلعب عرضيه اصلا او يلعب بالهيد بمعنى اصح في منطقه الجزاء، اللهم الا جيسوس وحيدا هو اللي يقدر يدي بالهيد، وان كان اجويرو افضل منه ولكن اجويرو مصاب، لكن رحيم ستيرلينج او فودن او الباقيين ما هماش تخصص هدود للدرجه عشان تقعد تلعب كميه العرضيات دي محاوله بائسه منك ان انت تصلح النتيجه، ولكن لم تستطيع انك تصلح اي حاجه، بل ان جوارديولا اضع الفرقه وكان ده التبديل اللي اضع على فرقه مانشستر سيتي. في النهاية ألف مبروك لجماهير الأرسنال وألف مبروك لجماهير تشيلسي، ديربي لندني في نهاية كاس الاتحاد، وعلى فكرة هم اتقابلوا مرتين قبل كده، وحتى يعني جماهير الأرسنال عندهم معلومة كده اللي هو ايه حاجة مبشرة يستخدموها، ان هو قصاد تشيلسي مرتين يتقابلوا في نهائي كاس الاتحاد والمرتين يفوز الأرسنال. فهل يفعلها الأرسنال ويبقى عنده 14 لقب في كاس الاتحاد ويقدر اخيرا ارتيتا ان هو او بمعنى اصح يبتدي مسيرته مع الارسنال، لان الراجل لسه يعتبر ما ابتداش مسيرته مع الارسنال بلقب زي لقب كاس الاتحاد الانجليزي. يا ريت تقولوا لي في التعليقات رايكم، هل هيقدر ارتيتا انه يفوز ولا لا بلقب الاتحاد الانجليزي؟ وفي الاخير اتمنى ان انتم تكونوا بافضل حال واتم صحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.